شفنا حبيب. كل سنه وانت طيب. مقدمه جامده. لا 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 شغل عالي قوي حبيبي يا شيخنا. حبيبي يا شيخنا. طيب يا شيخ متشكر قوي على المقدمه الجميله دي. حبيبي يا شيخنا. حبيبي يا شيخنا. حبيبي تسلم. ايه القلق اللي انت عامله ده يا شيخ؟ عايز اكلك النهارده من ايدي. انا عارفك بتحب الاكل. بس انا عليه اعتاب صغير كده يا شيخنا يعني. اتفضل. يعني طول شهر رمضان قبل شهر رمضان معاك طول الوقت. اه بالظبط. جاي تعزمني ما فيش النهارده في شهر رمضان يا شيخ. بالفعل هو دايما احنا بنشوف بعض طبعا قبل يكون بيصادف هو طبعا عليه شغل. يعني انت عارف هي صدفه انك انت تكون معايا في رمضان بعد ما نخلص هنفطر مع بعض بس كده. ما عنديش مشكلة. تمام كده تمام كده. حبيبي انت النهارده مطلوب من حضرتك انك انت تقول لنا المنيو بتاعنا ايه. انا المكونات عاديه يا خالص. انت في المطبخ فتحت التلاجة. حلو. لقيت المدام في حاجات, في لحمه مفرومه, في رز, في عجينه سمبوسه هغششك. حلو. في فراخ. تمام. مفرومه. آه. عجينه سمبوسه وفراخ مفرومه. يبقى هنعمل سمبوسه بالفراخ. خلاص كده. طيب. تمام كده. عندنا لحمه جملي. ايوه. ورز مصري مطحون. آه. وخضره. ادم اللحمه جملي ورز. أيوة. يبقى كفته على طول. على طول صح كده. شاطر ما شاء الله. أيوة. خلاص بالصوص كده. ايوه كده. اللي هي اللحمه الجملي, كفته اللحمه الجملي والرز. آه. وعندنا طماطم. دايما انا مش من هواه الترش على السفره في رمضان, ما بحبوش. ليه بقى؟ وما اشتريهوش من بره. احب في البيت يتعمل الخيار المخلل, باذنجان مخلل. آه. طماطم مخلله وهكذا. فمعانا طماطم النهارده هنعملها سلطه متبله. سيبها لي بقى دي يا شيخ بقى. ايوه خلاص تبدع فيها. بس سيب لي بقى يعني سيب. انا هسيب لك حاجه. ده انا الكواليس قالت لي انك انت شاطر جدا في الفته. انا مش عايز اقول لك بعملها ازاي. احسن يعني. واحد في العيله يعمل طبق فته. لا 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 خطيره. بس يعني عشان بس نكتشف لما يكون معانا اعلامي وبيقدم نشره اخباريه وبنشوفه دايما في الموقف الاخباري ده شاطر جدا في الفته, بيتحدى الاسره في طبق الفته. لا لا خطير فيها. بس هو انا علاقتي بالمطبخ زي علاقتي باللغه الهنديه بالظبط. يعني ماليش على هي الفته بس الوحيد اللي ممكن بس كده. لكن لو دخلت مصايب بقى في المطبخ. قول لنا فتت لحمه ولا بتعملها فتت؟ فتت لحمه. قول لنا بتتعمل ازاي. بس بعيد عن الفته اي وصفه اوصفها لك يعني. بس عايز اقول للناس وورنينج, اي حاجه اوصفها دي الحاجات اللي انت ما تعمليهاش في المطبخ. بس كده. لكن بعيد عن الوصفه دي. اه يعني يعني دي النصيحه ليهم, ياخدوا وصفتك. الوصفه بتاعتي انا دي اللي هم ما يعملوهاش. ما يعملوهاش. ده الافضل. انت اللي مقيد. احنا في رمضان يا شيف. طب قول لي بتعملها ازاي الفته. اول حاجه العيش. بتقطع. نقطع العيش. بتحمص. تمام كده. ونحمصه في السمنه. حلو كده. وفي في طاسه ثانيه. أيوة. نعمل فيها توم. حلو. ونحط طشه الخل. صح كده. ونحط الخلطه ديت بس شويه على الشوربه عليها. حلو. ونحطها على العيش. حلو. ونقفل عليها نسيبها شويه. دي جديده دي تركيه. حلو. ايه رايك؟ ايوه دي إيه جامده. دي جامده دي لغايه ما العيش كده إيه يبقى طري. الصوص بتاع ايوه. يشرب الصوص اللي احنا عملناه دوت. حلو. تحط طبقه الرز عليه واللحمة والصلصة. والصلصة. بس لازم هم يكونوا عاملين كل الحاجات التانية دي. كل لحمة مسلوقة وجاهزة. كل حاجة معمولة وانا بس التاتش الاخير ده. شاطر يا محمد. ليك مستقبل. خليك في النشر. صح كده شيف.